طيب شوف يا بيه، ده المفروض لو انا دخلت من هنا هجيب الحصوه اللي في الرينال بلفيد واللي في اللور كيليكس، لكن هيبقى صعب جدا المانيبيوليشن بتاع الاثنين اللي في الميدل كيليكس. هعمل ريترو جريد واشوف في الميدل كيليكس يوصلني احسن ولا اللور كيليكس في الريترو جريد. يلا يا دكتور مشاري، ده الريترو جريد بالانجل دي صعب جدا ان انا اعرف اخش اجيب الحصوايه اللي في الرينال بلف اللي يا رب اللي في الميدل كيليكس. هحاول اخش من ابر برانش بتاع اللور كيليكس اللي هو ده اللي هيبقى التارجتد كيليكس بتاعي اللي هو ممكن يخلص لي معظم الحصوا. بالنسبه للبنكشر هات لي الصوره يا جماعه من بره، افتحوا لي النور. الصوره من بره موجوده يا دكتور خالد، من بره العيان. طيب ده البوستيريور اكزيلاري لاين، ده المفروض بتاع السكين بانكشر في البوستيريور اكزيلاري لاين. انا حددت عملت سيميوليشن بالابره، بعد كده اخش في البوستيريور اكزيلاري لاين. هيبقى عندك بلين تاني، انا يا رب هخش كده ولا هخش كده ولا هخش كده. ادي بالك وانا داخل كده اسمها بوستيريور، مفيش كدني في الدنيا سب كوتينيوس، مفيش حاجه تحت الجلد كدني تحت الجلد، كدني بتبقى جوه. وفي نفس الوقت ما تبقاش اكستريم مدخل الابره كده، مفيش كدني ناحيه الانتيريور ابدومينال وول، انت المفروض بتخش بزاويه 45 درجه، ده بالنسبه للدبس البوستيريور والانتيريور، عشان اخش على الكدني لان الكدني بتبقى كده. هاجي القصه الثانيه الانجل بينك وبين الهوريزون، ده اسمه الهوريزون او البوستيريور اكزيلاري لاين، اللي مسموح ان انا يكون الانجل بين الابره الانجل اللي داخل بيها وبين الاكزيلاري لاين 45 او اكتر. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول لك انا هخش في البنكشر كده، طب خش بنكشر كده الزاويه اقل من 45، هوسع كده وهخش بالامبلاز كده. هتيجي تخش بالنفروسكوب هتلاقيك نايم على الباتوكس بتاعت العيان وبتعمل شيرنج موفمنت جامده. لو هي زاويه 45 وكل ما تقرب من 90 يبقى احسن، بتديك رينج اوف موفمنت فوق اكتر وتحت اكتر كتير، لان ده الاتجاه اللي انت هتوسع فيه وهتحط فيه الامبلاز شيت، فده اللي هيبقى الانجل اوف موفمنت تحت والانجل اوف رينج اوف موفمنت فوق هيبقى كبير. فاللي مسموح ب 45 او من 45 ل 90، يعني انا بتحرك من الانجل دي يا جماعه من 45 دي لل 90 دي، غير مسموح اطلاقا ان انت تخش انجل كده. يبقى انت بتختار السكن بانكشر في البوستيريور اكزيلاري لاين، ده حاجه. بالنسبه للانجل لازم تكون حاسبها 45 درجه مع الانتيريور، الانتيريور والبوستيريور، لا تخش فيري سوبرفيشال كده بوستيريور ولا تخش فيري ديب كده انتيريور، بتخش بالانجل دي، ولازم الانجل بينك وبين الهورزون ده يكون 45 درجة أو أكتر، واضحة؟ طيب هبدأ أخش بقى على السكرين، هات السكرين. بلاحظ إن في موفمنت مع الكدني وأنا داخل، لكن هذا لا يعني إن أنا إن، لكن الحمد لله من أول دخلة هي إن. هنجيب صورة الإبرة بره، صورة الإبرة، حد يجيب لك كاميرا على الإبرة. واضحة يا دكتور خالد؟ واضح الدريب؟ طبعا ذا شورت ساين ان انت جوه البلفيكال سيستم ان تشوف الدريب دي. في تريك ثانيه بيعملوها لو انت مشهور قوي، ان انت تحقن سلاين وتشوف الوش اوت على على الشاشه. هاتوا صوره السيارة سلاين. ايوه الشاشه عندكم يا دكتور خالد، شايف الوش اوت بتاع الصبغه؟ ماشي. الخطوه الجايه ان انا هعدي الجي تيب جايد واير، الصورة بتاعت الدريب من الإبرة واضحة يا دكتور خالد؟ نفس الدم؟ هو كيس واحد؟ هنعدي جي تيب، هات لنا السي ارم يا جماعة. هنا الستون كاستنج، لكن الجايد واير معدي انف ديستانس في البلبيكال سيل سيستم ولف في الميدل كيت. هنبدأ نوسع على كده. بشيل البنكشر نيدل وبسيب الجايد واير انسايد وبوسع عليه. وانت بتوسع حوالين الجايد واير حاول ما تتنش او توسع في وجود الابره، وده يستحسن. نص طمط فوق نص طمط تحت وما تشيبش اي سكين ويب. يبقى اول حاجه بنكشر نيدل لغايه واتاكدنا ان احنا جوه البيت بتاع السيستم. الخطوه الثانيه بتاعت الدايليتيشن يا جماعه، الدايليتيشن المفروض اكتر حاجه بنستخدمها اللي هو الالكن سيستم اللي هو فيه سنتر رول 9 فرنش.
عندك طريقتين للتوسيع الاولي، يا اما تستخدم التفلون بلاستيك دايليتور اللي هم موجودين في الست بتاعت البسين اللي هم البلاستيك، ودول مترقمين 6 8 10 12 4 دايليتور 6 8 10 12. طبعا الدايليتورز دول المفروض ديسبوزابل وما بيستخدموش في اكتر من حاله. فلو مش عندك التريك الثانيه ان انت تخش بالسنتر روت معوج. واضحه السنتر روت عندك يا دكتور خالد في الصوره؟ واضح؟ ودي دي معقوله كده ده؟ ماشي يا دكتور خالد؟ ماشي يا دكتور خالد؟ ماشي تمام. النوب يا جماعه دي المفروض اللي انا بخش فيها من السنتر الروت في العادي بعد ما اوسع ب 6 8 10 12، والسنتر الروت ده 9 شريات، النوب دي بتزودها 1 شريات يعني 10 شريات. في لو انت ما عندكش الدايليتور اللي هم السيريال البلاستيك دايليتور 6 8 10 12 عشان ديسبوزابل، بتخش بالسنتر الروت معوج يعني مش على عدله بظهره. دي طبعا افتكاسه مش مكتوبه في الكتاب. لكن انت لو دخلت بدي وبعدين جيت تخش بالنوب دي اكبر احيان ما يخشش، فاحنا بنخش بدي وبعديها الفيرست دايليتور اهو متركب عليها الفيرست دايليتور، فبخش بدي وبعدين الفيرست دايليتور وبعدين اقوم خارج بيها وعادل وداخل بدي تاني. اهم خطوه يا جماعه في موضوع تدخيل السنتر رود بالذات اللي هي لان دي بقول لكم خطوه المفروض ما هيش كلاسيك، ان انت اوعى تخش اجينست هيز دايركشن. هوريكم ازاي. انا دلوقتي داخل اهو، ما ينفعش حد يزق وهو عامل كده. شايفين المنظر اللي على السي ارم ده؟ لو دخلت هتتني الجاد واير على طول، لو دخلت برضو بالعكس وهو كده هتتني الجاد واير. لازم تبقى ان لاين، لازم تبقى ان لاين مع الجاد واير زي ما انا داخل كده لغايه ما تبقى جوه البيلفيكاليتال سيستم بتقف. دخلت انا كده بالسنتر رول معوج، العين بتسحب. بنخش بعد كده بالفيرست دايليتور. ماشي يا جماعه. بعد كده بقوم طالع بالاثنين مع بعض وسايب الجاد واير جوه، وابدا اقلب بقى السنتر رود واخش بسيريال دايليتيشن اللي هو العادي خالص. الخطوه دي اجتهاد، مش ما هيش دي الكلاسيك. الكلاسيك ان انت بتخش بالبلاستيك دايليتور 6 8 10 12 عشان ابدا اخش بالسنتر رود. واجين السنتر رود يا جماعه وانت بتخش بيه في جملة يقول لك should go by its weight، يعني بتقوله don't push against resistance. يعني شايفين؟ أنا داخل، شوف أنا لو دخلت كده هتنيه، برضه لو دخلت كده هتنيه، لازم تبقى in line. ولو دخلت in line هتلاقي داخل لوحده by its weight، أنا مش عامل أي resistance لو شفته إيدي، بطبعين أهو. بعد كده بخش بقى بالسيريال دايليتورز. قصة الدايليتورز يا جماعة وماسكتها، أنتوا إيدي واضحة عندكم؟ إيدي متشافة يا دكتور خالد؟ ما في ناس تلاقي بيدايلات كده، دي طبعا رقه قوي. احنا احسن ماسكه للدايلات والكلام ده. اوريها لكم عشان ما تنساهاش، ان انت تفرد صوابعك كده فوق الدايليتور وماسكه ايدك دي. تلاحظ انا لو بدايلات كده اتس ذا باور اوف ماي فينجر. لو حاله ريكارنت او واحد ادلت وعنده كف سراكو لمبر فاشيا هتلاقيها صعبه جدا. لكن لو انت بتستخدم كده هتلاحظ الباور اوف ماي ريست كلها وممكن كمان الالبو بتاعك، فدي احسن ماسكه للدايليتورز. طبعا كلاسيكال سبيكنج ات يور ستارت يو هاف تو دايليت كل دايليتور اندر ايمجنج. انا عشان يعني الى حد ما بفضل الله يعني اشتغلنا شويه فبحاول اقلل الاكسبوجر، لكن برضه لازم انا اوريكم ان انا داخل اهو اندر جايدد بي سي ار. الدايليتيشن يا جماعه خطوه مهمه جدا، وتلاحظوا هي بالانس بين حاجتين. بالانس ماي ليفت هاند از سبورتنج ماي رايت هاند از بوشنج اند روتيتنج. تاني ليفت هاند سبورتنج السنتر رود، ده السنتر رود لا يخرج بره ولا يخش جوه، والرايت هاند از بوشنج اند روتيتنج ان وان دايركشن، مش سكرو موفمنت اللي هي دي، لا كده او كده وات ايفر دايركشن. وزي ما اتفقنا الماسكه هي عشان استخدم الريست والالبو، والسنتر رود يكون ثابت بايد الشمال. ونبص اندر سكرين تلاقي ايد الشمال لا بتتحرك ان ولا اوت، وانا بخش اهو بالدايليتور. ماشي يا جماعه. سيريال دايليتورز اهم حاجه ايدك الشمال، البالانس بين ايدك الشمال، لانك ايدك الشمال لو لود يعني ماسكه بحنيه، ايدك اليمين البوش بتاعتها ده هتعمل حاجه اسمها اوفر دايليتيشن. يعني ايه اوفر دايليتيشن؟ يعني انت هتقوم خارم من بلبي كالسال سيستم للبارين كمان الناحيه الثانيه، وده بيعمل سيفير بليدنج. خليك دايما عندك تندنس بايدك الشمال ان انت تكون مثبت
او حتى شدد لبره شويه عشان توفركم البوشنج بتاع الرايت هاند. دخلنا فاندر سكرين وايدي ثابته واقفه وكل شويه تتاكد ان الجاد واير معدي اهو. بعد كده هنخش بالامبلز شيس اللي موجود هنا ال 30 مش ال 32 وده بيفقع شويه في الشغل. وبخش برضو اندر سكرين. شوف يا جماعه بعمل تيست هل هو وصل ولا لا، ان انا اسحب الدايليتور واصل اهو. لما باجي اجي اشده بسال الاسيستنس بتاعي انه يمسك السنترا الامبلانس شيت ويمسك الجدول اول ما يطلع، وانا لو بصينا على ايديا ايد بتشد السيستم كله على بعضه وايد بتزق الجاد واير، وشادي بقوم ماسك الجاد واير اول ما يظهر عندي، لان احيانا بتقوم طالع بالجاد واير ودي خطوه مش عاطفيه يعني. كده ان شاء الله انا معايا جاد واير في البلد كاليسال سيستم وعملت جراديوال دايليتيشن ومعايا شيز 30 جوه البلد كاليسال سيستم. اي هوب ذات يعني. هنبدا نخش بقى بالنفلسكوب. اول ما دخلنا يا جماعه ده بلد كاليسال سيستم، ده ايديال بيكشر بتاعت بلد كاليسال سيستم، ده الحصوايه قدامي على طول دي اللي في الرينال بلفت. من المنظر اللي هو الحصوايه اللي بتبقى زي التلج ده يا جماعه بيبقى الكيميكال كومبوزيشن بتاعها ايه؟ اللي هي بتبقى سبايكي كده وشبه التلج بالظبط. دي كلاسيك كالسيوم اكزاليت باي هيدريت. الجايد واير اهو واصل بلفيكال سيل سيستم وانا على الحصوايه اللي في الرينال بلفت وده الجايد واير. وهنبدا نكسر. اعتقد دي الحصوايه اللي كانت موجوده في الميدل كليف سيبريت، لكن انا هكسر واكل مما يليه في اللي قدامي. يلا يا شباب. طبعا انتوا عارفين الميثودز اوف ديسنتجريشن كتير، في اللايتو كلاس وفي الالترا ساوند. الناس اللي ما عندهاش الالترا ساوند لا تكتئب، اللايتو كلاس زي الفل ويخلص لك نفس القصه وديورابل وفيري تشيب يعني. لكن طبعا لو عندك رفاهيه الالترا ساوند زي الضميطه يبقى حلو قوي يعني. الصوره مش لا مش واضحه قوي عشان الفيبر اللي بيطلع من الالترا ساوند لانه بيكسر ويشفط. هكسر لكم دلوقتي من اللايتو كلاس عشان يبقى عندك الديفرنت اوبشن. ده بيكسر ويشفط. في البلان بتاعك في الالترا ساوند يا جماعه هو بيساك اند انتجريت، لكن انا لو بشتغل لايتو كلاس لازم تكسر لحتت كبيره اللي هي الحتت اللي تقدر تطلع بالفورسز. ماشي، دي بتعرفها بالخبره. الحصوه اللي دايما بتبقى من خط سنت 2.10 دي ممكن تطلع دايركت بالفورسز، فما تقعدش تبقى مبسوط قوي وتقعد تكسر الحتت الصغيره لان دي انت ابقى عارف ان انت هتطلع كل ده، فبلاش تكسر الحتت الصغيره، كسر الحتت الكبيره اللي هي ممكن تطلع من غير ما تكسر الفورسز برضه، لان الفورسز تبقى 9000 دلوقتي. ودي الحصوايه كبيره شويه، ده ممكن نكسرها اللي هي على الشمال دي، بس مجرد بتسافر من الوقت اللي خلاص اتكسرت. نيجي للكبيره، ده المين بالك اللي في الرينال بلفز ودي التارجتد. على فكره يا جماعه يعني انت لو بتعمل بلان للحاله دي ممكن من الاول يكون كل شغلك الشاغل ان انت تشيل اللي في الرينال بلفز بس والباقي يكمل تفتيت. لو انت احتجت ان انت تحط بنكشر تاني عشان تطلع حصوه اللي في الميدل كليكس ده، انا ممكن افكر جدا ان انا احط دبل جي وافتت وشلت الاوبستراكتنج ستون، بالذات ان انا عرفت ان هي داي هيدريت وان هي هتتكسر بالتفتيت. يعني لازم تبقى ماليبل بالظبط، مش شرط زي ما قلت الدكتور شادي ان انت تبقى ستون فري على حساب العيان والسيفت بتاعته، ممكن تعملها كمان ستيج. ناس كتير قوي بتعمل بسنيل ستيج. اجمل منظر تشوفه في البيت النيل اثرت الحاله. شايفينه يا جماعه؟ اثرت الحاله بدات تظهر اهي، معناها ان انا وصلت للبلبيوريترال تقريبا ودي معظمها ستون كبيره ممكن تتشال واللي هيقف معايا هكسره في الاخر. هبدا اشيل بالفورسيس. وانت يا جماعه بتشيل الستون فراجمنت شوف دخله الفورسيس، ما تخشش بالفورسيس كده عشان تشوف الجزء بتاعتي، لازم تخش باي سايد سايد باي سايد. الاريجيشن يا جماعه في البيت ان مهم جدا، انا الرؤيه عندكم مش كويسه، انا اديني عندي كلير خالص لان بيغسلوا بكيس واحد. شوف يا جماعه اللي اقصد بيه الفورسبس يخش بالجنب كده عشان تبقى شايف التو جوز بتاعه. ولما بتطلع بتطلع بكل السيستم، ولازم تبقى قايل للاسيستنس بتاعك
انه يبقى ماسك الجايد واير والامبلاز. زنقه الحصوايه جوه الشيت، ولو الاسيستنت مش ماسك هتلاقي نفسك انت والشيت بره. ودي من اظرف الحاجات اللي بتحصل في البي سي ان، وبتطرد بنت اللي بعدها من العمليات او الاسيستنت. بتخش لو الجايد واير لسه جوه هتخش عليه بيوريتروسكوب او توسع عليه من اول وجديد. لو خرجت الامبلاتز والجايد واير هيبقى امرك لله، ما فيش غير انت تعمل بنكشر جديد بقى بالاكسترا بوزيشن بتاعه. كده واضح ماشي. شوف الدكتور شادي ماسك بايده الشمال الجايد واير وماسك بايده اليمين الامبلاتز عشان ما يخرجش بره، وانا بطلع بالسيستم كله بطلع الحصوايه بحطها في الكونتينر. المنظر ده مهم جدا جدا يا جماعه، ولا يقل عن اللي بيشتغل الاسيستنت، لا يقل عن اللي بيشتغل في بالذات في الخطوه دي، لان هو لو ايده لوز او نسى يمسك الامبلاد انا هطلع وانا طالع بالسيستم، ولو حصوايه محشوره هتطلع بالامبلاد بالجاد واير بكله. دي اللي هي الحصوايه لسه الكبيره اللي في البلبيوريتا. يلا لايتو بلاست از فيري رابيد وسيوتابل في الاور تايبس وفي ستونز، فانت لو عندك رفاهيه الحاجتين هاتهم. لو هتشتري حاجه واحده لا طبعا هتشتري اللايتو بلاست. يلا بس يلا. وانت بتكسر بقول لك اجين، ما تبقاش مبسوط ان انت بتكسر وتقعد تكسرها هارد، هيطلع عينك وانت بتشيله. لازم تكسر الحته الكبيره اللي دي ينفع تطلع من الامبلاد شيت. بالخبره وبالشغل الكتير هتعرف دي تطلع ولا دي ما تطلعش. هبدا كده، ابدا انا اشيل. في مدرستين في التكسير يا جماعه، مدرسه الدكتور شوما ان هو كل مما يليه، كل ما يكسر حته يشيل الحتتين ثلاثه اللي كسرهم وبعدين يبدا. وفي مدرسه الدكتور عراقي اللي انا شويه منتمي ليها، ان انا بقعد اكسر لغايه كله مره واحده عشان اخش مره واحده اجيب كله مره واحده. دي اللي هي مدرسه الناس اللي خلقها ضيق شويه. دكتور النحات بقى مدرسته انه يجيب ليزر ويقعد يعمل ليزر بس جبديا ثلاث ساعات. قطرت الحالي بقى يا جماعه، ولو مشيت معاها هتوصلني الابر كيلكس، ماليش دعوه بشيل الحصو اللي قدام الوقت اللي هو في الرينال بلبس. انا بحاول احرك قطرت الحالي بنفسها عشان ما يبقاش في حاجه امباكتد. ده البلبي ريترا يا جماعه، لكن طبعا انا عارف ان في حاجات كتيره لسه متكسره فوق. انا عايز بس اوريكم من بره حاجه تفرق في ايه الانجل. هات لي من بره كده يا معلم. شايفين يا جماعه وانا شغال بالنفروسكوب الانجل هتبقى ايدك كده يا شادي، انجل عامله ازاي؟ لو عايز انزل تحت كده عشان اوصل الابر كيلكس في عندي رينج اوف موفمنت، عايز انزل تحت عشان ابص اللور كيلكس عندي رينج اوف موفمنت. تخيل انا لو داخل كده من اصل بالانجل دي، هاجي ابص هتلاقي البوتوكس بتاعت العيانه واقفه معايا، مش هعرف امانيوبليت. لو حاجه هربت في الابر كيلكس مش هعرف امانيوبليت خالص. لكن الانجل شوفوا اللي انا شغال بيها، سيبها تقريبا 80 درجه، لو قلت لكم بين 45 و90 كل ما اجرب اقرب من 90 يبقى احسن. فبقول لكم هاو فار الانجل اللي انت داخل بيها بتفرق في الشغل. المين بالك بتاع الحصوات الريفينال بلفز، المين بالك تقريبا خلص. كل دي ستون فراجمنتس من التكسير. في ناس بتحب تخش تجيبها فورسبس كده، في ناس بتحب تخش بالشفاط اللي هو الالترا ساوند يعمل سكشن، في ناس بتحب زي استخدم الاليك اللي انت بتستخدمه في البلادر ستون. لكن للامانه مش مكتوب ومش ادفايزد قوي، بالذات في حالتين. لو انت عندك بليدنج لان هو بيعمل نيجاتيف بريشر بيزود البلينج، فما تستخدموش الا لما تكون الحاله ماشيه معاك كويس وكلير. تاني حاجه لو في اي ايفيدنس اوف انفكشن ستون لا يمكن تستخدم الاليك، لان بتستخدم بيبقى بيعمل هاي انتر رينال بريشر بيعمل لك سبتسيميا. فلو عندك انفكشن ستون اوعى تستخدم الاليك، عندك هيماتوريا اوعى تستخدم الاليك. الدنيا ربنا كرمك زي كده وكلير ومفيش فيها انفكشن ومفيش فيه هيماتوريا، يو كان يوز ذا اليك ويطلع لك كل الفراجمنتس دي. لكن اجين اتز نوت كلاسيك، مش مكتوب في الكتاب استخدام الاليك على الاطلاق. اول واحد استخدمه بامانة الله والدكتور عراقي، وزي ما قلت لكم انا معظم شغلي من مدرسه الدكتور عراقي فانا متاثر بيه شويه. انا لو تلاحظوا انا كل ما بطلع ناحيه فوق انا ناحيه ناحيه الابر كيلكس، وده يقول لك هاو فار ان الانجل اللي انا داخل بيها مساعداني ان انا امانيبليت حتى حاجه في الابر كيس اهي. اعتقد دي الحصوايه اللي هي الوحيده في الميد، واضحه قوي ان هي مش متكسره يا جماعه. اعتقد ان لسه في واحده صغيره في الميدل كيلكس يجيبها يا ما اجيبهاش، وفي واحده كبيره في اللور كيلكس. هقول لكم هنوصل للور كيلكس ده، انا داخل من اللور كيلكس لكن داخل من الابر برانش. وانت شغال يا جماعه لازم يبقى في دماغك الاناتوم اللي انت داخل بيه، لازم انت داخل منين ولما اجي ادور على ايه هدور ازاي.
ماشي. انا كل الكلام ده لسه هجيبه تاني، بس انا بحاول هخرج بالشيت شويه وابص ورا الشيت هل في حاجه ورايا في التكسير. ده كيلكس انتيرور اهو اللي انا داخل منه، انا داخل بالسيلو. طب انا عايز ابص اللور كيلكس، دي البلفي يوريترا، همشي برر كده وابص تحت بزاويه 45 درجه عشان اشوف اللور برانش بتاع اللور كيلكس. المفروض ان انا هنا ابدا اشوف اللور برانش بتاع اللور كيلكس. ده في حته شريد شويه من الكيلكس، ما فيش حاجه ظاهره كده. هاتي لي كده الالك يا يمين، هبدا استخدم الالك عشان اعدي الفراجمنتس دي، ولو في حاجه هربانه مني دي. شفتوا ادي حطواي اللي كانت في الميدل كيلكس وبريفرال من الالك جت في التارجت بتاعي بقت قدامي. يا اما هكسر واشيل، يا اما لو هحاول كده اشيلها تيجي حته واحده خير، ما جاتش حته واحده هكسر واشيل. يلا لاحظوا بعد الالك في شويه بليدي زي ما قلت لكم بيعمل نيجاتيف بريشر مش سهل. طلعت الحمد لله حته واحده، ممكن البلبي ريترا الاجين اهو اثرت الحالب اهي، في بعض الستون فراجمنتس هنا كل ده متكسر دست. شوفوا يا جماعه دي واحده جت لي ثانيه في الضلمه. بص الامبلات شيس، لما تلاقي حاجه بتجري منك قوي خش عليها بالامبلات شيس وسنقها في الامبلات شيس وهدي الغسيل شويه وتطلع. واثناء الحركه يا جماعه بالنفروسكوب ده انت اللي بتبقى ماسك الامبلات بايدك الشمال. هات لي كده يا معاذ عليا. واضح ايدي من بره يا دكتور خالد؟ اشوف انا كده اهو. لازم انت بقى اللي بتبقى ماسك الامبلاد وان اند اوت لغايه تتحرك في الحته اللي انت عايزها. هات جوه يا معاذ، جوه الاسكرين سكرين بنشيك اهو البلبي ريترا. اهم حاجه هتبقى فري لان ده هتبقى اوبستراكتنج ستون وهتمشي مع الاستارت الحالب، ممكن توصلك للابط كيلكس اللي انجل توصلك او ما توصلكش، ده الطريق للابط كيلكس. اسحب الامبلاد شويه عشان اعرف في حد ورايا ولا لا. شفته احيانا بتبقى حاجه ورا الامبلاد، لازم تعمل سكريننج وتبقى عارف انت بتتحرك ازاي. ببوز النفروسكوب انا بحركها في التارجت بتاعي اهو، ببوز النفروسكوب جبتها في البلبي يوريترال واقوم داخل عليها بالامبلاد شيس عشان معلش تتحرك تاني. هنشوف دي برضو ممكن تيجي حته واحده ولا ممكن اكسرها حتتين. الموضوع ما هوش جغرافيا ولا هو صعب، عايز بس شويه فاميلياريتي وشويه رولز وتمشي عليها في كل الحالات. كبيرة شوية وبتقف في الشيس، هحاول محاولة واحدة كمان، مفيش مقاوحة عشان ما اكسرش الفرصة. اهو كسر. هكسرها. وأنت بتكسرها برضه ما تبقاش مبسوط وتكسرها 50 60 حتة. ما تفتحش أنا المولة تاني. هي خبطة واحدة في النص إن شاء الله تقسمها اثنين ونجيبها. يلا. بس. اتقسمت اثنين اهو. يلا. الاثنين فراجمنتس الكبار اللي احنا قسمنا فيهم الحسوه طلعوا، وبرده شويه جرافلز طبعا لا الامر ما يخلاش انت عمرك ما هتعرف تقسمها يعني ايه؟ لازم يجي شويه جرافلز. دي واحده الصغيره اللي في البلبي يوريترا دي يا جماعه احنا بنخاف منها ليه؟ لان دي ممكن تنزل في اليوريترا تقعد تعمل لك ليكج والعيان يجي لك بليكج كتير، تقعد بقى فتره طويله لما تمشي سبونتينيوس والعيان يقول لك جنب يجيب ميه. عشان كده بوست اوبرتيف لازم تقول لكل العيانين ان جنبه ممكن يقعد يجيب ميه ثلاث اربع ايام. كده هعمل سكريننج تاني البلبي كلاسات سيستم انا بايديا الاثنين. ده البلبي يوريترا اهو فيه، لقينا البلبي بنقطمه فيه. ابدا اسحب الامبلاتج في حاجه ورايا ولا لا. ده الكيلكس اللي انا داخل منه اهو بعمل له سكريننج. كل دي ميكوزه، اول ما تظهر كده بس دي ما عادش ميكوزه بقى، دي البارينكما اللي انا عامل لها دايليتيشن، والى حد كبير الحمد لله ما فيش منها بليدنج، لان الطبيعي يبقى فيه بليدنج اول ما تطلع بره البارينكما. اخش تاني بالميكروسكوب واخش عليه بالامبلاتج شيت. هنعمل سكرين ونشوف انا لسه باقي لي ايه. انا متوقع ان يبقى لسه في حطواي. هيتقول لنا على السي ارم بقى، الكاميرا على السي ارم يا جماعه. انا متوقع ان لسه في حطواي او اثنين اللي هي في اللور كيلكس بلس اور ماينس واحده من اللي في الميدل كيلكس، لكن اعتقد ان اللي في الرينال بلفز معظمها خلص. صوت العيان والامبلاد شيت موجود الى حد كبير الحمد لله، اللي جاي الميه كلير خالص الحمد لله بفضل الله زي ما توقعت بالظبط. اللي لسه موجوده اللي في اللور كيل باينه صغيره، باينه يا استاذ خالد كده ما عادش بقى الحصوات اللي زي ما توقعت اللي هي في اللور كيلكس بس اللي هي ورا الشيت.
واضحة كل اللي في الرينال بلفز والميدل كليكس خلص ماشي. في تريك بقى يا جماعة كده في دي، دي واضح ان هي ان اكلوز ذا كليكس. دخلت يا دكتور من الشيس بالإبرة لغاية ما حسيت الكليك بتاع حصواي سكرين. ودخلت عليها بالجايد واير، بعد كده هخش بالنفرس كوب وامشي مع الجايد واير عشان يوصلني الحصواي، لان انا عملت لها دايركت بانكشر باي اس كليك. لقطة كده يا ولاد، احفظ على الجايد واير ونام. لقطة بس عادي، داخل رايح فين؟ في البلفس. اخش انا دلوقتي هتلاقوا الجايد واير معدي سايد واي، هدور على الجايد واير. هات لي السكرين بقى. استنى يا اولاد الكرسي او ايه لك، هات الشفاط. هعمل شويه سكشن للكلوتس اللي موجوده عشان اشتغل اندر فيجن. مع حضرتك اتفضل. انا دلوقتي بدور على الجايد واير تو فولو ات عشان يوصلني الحصوايه اللي انا حسيتها بالابر. الجايد واير اهو، ايم تراينج تو فولو ات. خد لي لقطه كده احسن قريب مني. هتلاقي المفروض ان هي في كيلكس بالستيريور كلوز بالستيريور كيلكس. وانا داخل بالابر كنت داخل بالستيريور قوي اهي. ميه والنبي يا جماعه، اهي يا جماعه. يعني ايه بوستيريو يا جماعه؟ انا تحت اهو انتيريو، فوق كده بوستيريو، وانا داخل بالابره كنت حاسس اتجاهي بوستيريو. اخش اجيبها بالفورسيبس يا تطلع معايا، يا الاقل اعملها في انجل بتاعه الشغل بتاعي، لان انا شغال دلوقتي بانجل صعبه جدا. اكون شاخر جدا لو اللي هو ده الكبس اللي انا بحاول اعمل لها مانيبيوليشن ان انا اجيبها في التارجت بتاعي. اهي يلا يا جماعه بقى فورسيبس. خلانا فورسيبس ولا فورسيبس؟ على الاقل الفورسيبس ده مش عشان اطلعها، ممكن اعمل لها ريبوزيشن. ايوه لان انا شغال في انجل صعبه جدا. ادين مسكتها ماسك الهواء بايديه. ان شاء الله طالع. بس ما تكبرش. عشان ازيك والله يا دكتور نصر، صعبه فعلا. خد كده لقطه. ايوه والله موضوع الانتر كاريتال بنكشر عليه كلام كتير جدا يا دكتور خالد، وناس بتقول ان هو عادي وناس هزردت، لكن بصراحه من تجربتنا في المنصوره البراكتيكال لا، هزردت قوي كمان، والانسنس اوف بليدنج بتاعه عالي قوي الانتر كاريتال بنكشر. اللي انا عملته ده ما يبقاش هو الكلاسيك. انا بصيت تاني، ببص تاني يا جماعه بعد ما خلصت على البلفي يوريترا لقيت ستون هي صغيره. يو هاف تو تشيك يور سيلف اجين. سكشن بس يا اولاد، دي زي كفايه سكشن دي شويه كلوس. يلا سكشن. انا كده اندر سكرين شلت الحصوايه اللي خلاص في كانت في الستيريو بلانش بتاع اللور كليكس. اخش اعمل سكرين للبلفي كاريتال سيستم، اي كلوس احاول اشفطها، اي جرابلز دي قدامي ممكن اشيلها. اجين دي البلبي يترال. كل دي كلوست جوه البلبي كاريسيل سيستم. ده اجين اهو اللور كيلكس، ده البلبي يوريترال، وده النك بتاعه الابر كيلكس. بحط الامبلاج في النهايه اجين استهل اثرت في حالب، وبطلع بالنفروسكوب وابص على السياره. الحمد لله ستون فري. يلا حبوبه هنحط نفروستوم تيوب اندر سكرين.
اطلع يا حسام من بره يا جماعه، ورينا المنظر من بره. بسم الله كده يا فندم. كنت بقى على مهلكم اول حاله ثانيه، لان في محاضره مني من ساعه يا جماعه، يعني بالراحه كده. دي ما تقول يا باشا كده كده اصلا، يعني اما هات كده نقرا هنا. صح ماشي. هات الصوره من الصوره من بره واضحه يا دكتور خالد. الفلوستوم تيوب اهي، وبناخدها ترانسفيكتنج توتشر. معلش حضرتك او تمسكها. افتحوا النور يا شباب. في ناس طبعا بتعمل التيوبليس، في ناس بتسيب التيوب كلامبد لمده 4 ساعات وبعدين تشيلها، في ناس بتسيبها كلامبد لتاني يوم زي وبعدين تشيلها، في ناس بتسيبها لغايه بالليل وتفتحها. يعني في 50 سكوله الموضوع ان فروستوم تيوب وتتساب قد ايه وتتقفل قد ايه وتتفتح قد ايه. انا من المدرسه بتاعه ان انا بسيبها كلامبد لغايه تاني يوم الصبح وبعدين بشيلها تاني يوم من غير ما افتحها. اظن جاهز ان اللي جاي لي اللي يوصل اوت بوست از كلير. يعني الفيو بتاعتي ان هي بتبقى عامله تامبونات، يعني سيب التامبونات موجود جوه بلاش تفتحها عشان ما تطلعش شويه كلوس تاني وتبدا البليدنج تاني. لكن في ناس كتيره بتسيبها 4 ساعات بس وتفتحها. لكن ده ستاندرد انها لازم تخرج مقفوله. شكرا يا جماعه.